السلام عليكم أصدقائي متابعين قناة ميدو جيمينج، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا، ونكمل معكم تختيم لعبة كينا ذا بريدج أوف سبيريت. بعد ما قتلنا هذاك البوس، هلا راح نروح لبوس جديد هانتر باث مرة تانية. على الاغلب لازم نخلص المهام تبعه، في له 3 مهام لحتى نقدر في شجر لحتى نقدر نكمل في مهمه ما بعرف بقى بنشوفها هلا. يلا يا شباب هل انتم جاهزون؟ الموسيقى صارت خطيره، يعني نحن كنا هون قدام هذا الباب وهلا نتوجه اليه الى النقطه الصفراء. عفوا والله لحقتها. خليني اشوفك يا كلب البدو. مات. رح واحد. في تباطؤ عندنا صح؟ وش هذا؟ روح كمان انت، بس نخلص واحدة بتفتح لنا الطرقات. هاي الشغلة الحلوة فيها انه في وحوش يعني اجباري الواحد بده يقتلهم. هاي المنطقة جديدة، وش هاد؟ لازم اروح. والله هذا شكله شكل فخ، يعني نطلع فوقه، يعني مو ضروري نروح بلا ريزيكو. في هون كمان فخ يا حبيبي. شو هاي الفخاخ؟ اوكي هلا لقدام الى الامام. سر يمين ولا يسار؟ يمين. هاي في شو؟ انا عم خربط شوي، لا تؤاخذونا. الله عليك. يلا ليك لو ليك. شو هالمعركة السخيفة؟ تعال انت. لازم انا امشي مقابله هيك. روح بعد كبدي. اها هلا بالشباب. طيب طول بالك معنا. روح خلاص. تمام، معناها هاي ما كانت تلزمنا. انفتح الطريق الجديد. خلصنا. دقيقة، إذا نمشي بالطريق صح. ما ضل شيء، وصلنا للنقطة الصفراء. ويلي، من هون لازم نبلش. ويلي. شو صار يعني؟ يروح راح تجي على النقطة أكيد، وأنا راح أستعمل القناة. لا استعملت القناة أنا، لازم أعمل إنسات. ندخل جوا. هذا في ماذا يفكر هذا الرجل؟
شو هذا؟ وحش كمان، هذا رح يكون طائر والله. هذا ابو السهم، كانت السهام اللي عم تجيني معنا. هلا رح خليك فيك. ان شاء الله ما يكون صعب. قول لي بلعب لك. قول لي بالك لك حنات مرة. هيك ضربة. والله خلصتها. عم يهرب. كفو عليه حبيبي. عم يجهز حاله ليضربني ولا شو هذا؟ علي الكلب. عرفت حركاتك يا سيبل. ويلي هاي ذبحته يا طويل العمر، ذبحته والله. قوي ها، قوي قوي. عم شوف انه المرحلة عم تزداد صعوبة كلما نمضي. هاي هو كمان اعطاني الرمز تبعه، صار في عندي رمزين، ضل واحد. هذا الاخير راح يكون، شو راح يكون؟ حسب ما ترونه. يلا خلصناها. ما بعرف. رح نروح نعمل الطاقة. الختيار كمان هون ما في داعي نحكي اصلا. الى الامام. خلينا نعمل الحركة تبعنا. نزيد الطاقة. ويزيدوا هدول الحشرات اللي معي، ما بعرف شو اسمه، الحيوانات الاليفة فلنسميها. اوكي. كفو، دخلنا العالم الثالث. انا ما اعتقد هو هذا العالم الاخير، لانه لازم نرجع له لهداك المحل الثلج مره ثانيه يمكن بعده. وشوفوا وات ذا هيل، هاي شجره اللوزي. هاي يعني ليش فيها دول؟ ما بفهم. ضرب هاي، بعدين هاي، بعدين هاي. تصور وتضبط هلا. ايه والله زبطت. سلام من اول ضربة. حلوين. يا سلام لم. اوليه. لازم اروح لهداك الباب اللي قدامي. شو صار؟
لا ولد شو هذا؟ في حدا عم يغرمنا. هذا مستحيل. ايه عم يورونا انه في شغله، في شغل طويل قدامنا. ايه شو نعمل؟ ايه يلا كفو. ما هذا المكان؟ شو كان في؟ قدامنا واحدة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلا رح نشوف كيف رح نتعامل مع هاي. يلا لازم أجي لهون، يعني كان في محل. إيه طيب شو رأيك إذا قلنا هاي هيك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هيك. حلو حلو. كفو كفو. هلا لوين؟ لملم هلا لفوق. والله ليش هيك مصعبينا؟ ما عم بفهم. خلاص سهلوا المهمة بما انه فيها وحش كمان، يعني لسا بدنا نلاقي صعوبة لحتى نطير لعنده كمان. وات هلا شو؟ ما فهمت انا. هيك عم تتحرك؟ تمام. لا لا هلا زبطت. يا سلام لم يا حبيبي. في عنا دم؟ هلا الوحش رح يكون هون 100%. وريني حالك يا ضبع. يلا يا شباب اضربوه. وش صار؟ هذا هو. هلا رح يفتح هون. انسرت. والله هي شجرة بتذكرني بلعبة Ghost of Tsushima. اوه انه الساموراي المحارب.
انا وين؟ شو هذا؟ شو هذا الجمال؟ حبيبي والله طول بالك يا عيوني. بلكي نهجم عليه بضربة هيك. اوه 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 طول لي بالك ابو حميد. لا عم بضرب راسه انا. بلاك تك اسهمي تقولي عم اضربه ابر. بلع هاي بلع هاي كمان. حلوة 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 والله. ايام الوحوش ولد. اعطيني انت كمان الشيء اللي معك، التميمة التي معك. يا تميمة يا ابو التمائم، هاي تميمته كمان صارت عنا. الوضع تمام، الوضع لوز حبيبي والله. شكرا لك. الوضع صاير خرافي ورهيب جدا. يا سلام. ما هذه الحلاوة؟ ايه الحلاوة دي؟ العجوز رجع لنا مرة ثانية. نحن في مسار القصة الصحيح حاليا. نعمل هاي. هاي الحركة بتجيب لنا طاقة وبتعطينا كم دعبول كمان من الدعابيل. اند اوكي ثانك يو. تمام. طيب أصدقائي، ولهون بكفي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وبشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية. مع السلامة.